يا دي انت سمعت قبل كده ان في حد دخل الجامعه بيبيع جرايد؟ حضرتك دلوقتي من حق كل مواطن ان يتوافق حيثما شاء. بعدين دلوقتي حضرتك الحكم بقى متوازي وبلدنا بقى فيه انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. تمام يا فندم. بتوع قناه السبتيه اهو. احنا خلاص حضرتك لازم احنا في ظلم واقع على حضرتك. خلاص كل دول تشيل بطايقهم على جنب وترميهم في الحجز لحد ما افضلهم وخد ده معاهم. مين ده حضرتك؟ يلا حضرتك يلا حبيبي يلا. اما نشوف اخرتها ايه؟ خش انا بقى خش انا بقى مش عايزين نبطل على حد. عم فكري انت ايه اللي جابك هنا يا عم فكري؟ تفتح مش معقول انا مش مصدق عينيا. شفت انا قلت لك انا بلاش العيال اللي داخله وخارجه وطالعه عندك دي. شفت ادي اخره الحشو في المحشي. امشيك مع كام واحد من الغلمان؟ اسمعني كويس وما تفهمش غلط. انا اسمي الحقيقي سلطان الدهشوري. يعني انت مش عم فكري؟ ده انت شكله خالص. انا كنت من احسن شيفات في مصر. اشتغلت مع امراء وملوك ورؤساء. كنت باخد منهم هدايا ابيعها واجيب بيها ذهب. ضربت في البورصه قعدت سنين وربحت من البورصه اكتر من 7 مليون جنيه. ورماني حظ في الشغل على راجل كبير قوي. الراجل ده تفتح سلطته حط ايده على اراضي عينك ما تجيبش اخرها. وكان بيكتبها باسمي ويكتب عليا ورق ضد عشان يقدر يستردها وقت ما هو عاوز. وعلى حس الارض دي على حس الارض دي خد قرض من البنك باسمي. خد قرض؟ قرض. وهرب على بره واول ما وصل هناك مات. مات؟ خلاص كده خلصت الحدوته؟ لسه. امال ايه؟ لبست انا. لبست؟ لبست القضيه. علشان كده جيت المنطقه عندكم هنا علشان الدايره فيها. في حد يبقى معاه 7 مليون جنيه ويستخبى في المنطقه وسخه زي دي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما كنتش اقدر افتح عيني في وشه. طب هسالك سؤال. فين الفلوس؟ القطمان مصر. الفلوس والورق عند بنت اخو الراجل. يبقى هي خدت الفلوس وكتمنص والورق ويا. فلوس ايه اللي هتبص لها اميره؟ ده انا مربيها على ايدي، دي عامله لي توكيل عام. هي عندها معرض عربيات؟ هتموتني باسئلتك دي. عامله لي توكيل عام، يعني اتصرف في اي حاجه تخصها باسمي. لكنها فجاه اختفت. اختفت؟ ليه؟ في حد عزم عليها ولا حاجه؟ خد ده مفتاح شقتي. ايوه تقطع تجيلي بالليل ولا ايه حضرتك؟ خد كمان امسك دول قرشين مشي نفسك بيهم. متقلقش ان شاء الله باذن الله هتلاقي الورق ده زي براسك. يا رب يا ابني. اطمن وحط في بطنك مانجا عويسي، انا هقول لك اكبر محاسب موجود في البلد وباذن الله اعدام واستئناف في نفس التوقيت الصيفي. اما ربنا يفرجها عليا من الضيقه دي هدي لك 2. 2 ايه؟ خدها خدها عم فهد. انا هديك 2 مليون جنيه مش 7. ازاي من دي؟ كل اللي انا عايزه منك ان انت بس ايه؟ بس ايه؟ قطر قطر او اي خيط لامير حبري انس. اي خيط والله يا ابني. انا كل اللي قدرت اوصل له الميل بتاعها. ايه الجمله دي يا عم فكري؟ يلا يا ابني اهو يلا يا حبيبي. والله حلوه شقة عم فكري دي يا خالد.
وده ايه جاي يا دي؟ ده اسم الكمبيوتر يا خالد. ما رضيتش عليا يعني، بقولك ده ايه اصلا؟ ده اسم الكمبيوتر. هو اسم الكمبيوتر. هو اشتغل دلوقتي هتشوف. يا ترى على فكره انت بس، انت ايه اللي خلاك بس ساكت لحد دلوقتي لما خلاص رجليك جت في المنص؟ تصدق عنده وصلة نت يا خالي؟ بعدين ايه الحيل دي يعني؟ اصعب يعني، هل قصده يعني هو يقولك ايه الليل وعنده مثلا قرد عايز يوصى عليه؟ ده عنده كمان اكونت على السكايب يا خالي. بقولك يا خالي، عم فكري ده شكله حكايه. للاسف يا خالي ما عندوش غير كونتاكت واحد، بنت اسمها، استنى هطلبها. الله ايه يا دي؟ اوه خلاص عمال تيري بكتيري. انت مش شايفني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان؟ طب اعمل ايه في مساعدك انا؟ انت ما بتسيبش خالص يا دي، عملت لي صباع نفسي. حقك انا يا ناسي، انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني. ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني، هتريحني منك؟ وشكرا على فلوس الكتب. العافيه وسخ. يا سلام، انك عندها تونتك. دي مسكونة ولا ايه؟ انت انا بص لي هنا، قرب هنا، تعالى اهو. إيه لا ساتر يا رب، ابعد وشك بليز. انا اميرة. انت مين؟ انا ستح. يوه، واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقة. لا خلاص، لا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي. عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم. يوه، يبقى ما قداميش حل غيرك. بص بقى، اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف، وهو عارف هيعمل ايه. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا. وصلوا مين؟ انت كاسيوسه طيب؟ قوله ان الورق والامانه في الامانه. اوكي؟ مع ايمان. انت مالك؟ قوله كده خلاص. خلاص هقوله خلاص. 012 01 01 02 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
شايف الخلقه دي؟ ايوه شايفها شايفها. ممكن تدور وشك؟ ايوه دور وشك ناحيه ثانيه. ممكن تبص لي؟ قربي شويه. ايوه حلو. حفظت وشه؟ صم. الصور دي اللي هستلمها امتى؟ انت بقى الهيرو بتاعها. انا هنجيبك وانا هنلاقك وهنفخك. كابيتو؟ هي وصلت لكده كيتو؟ هي وصلت لكده كيتو؟